السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. ما ننساوش كالعادة أهم شيء الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة ليصلكم إخواني كل ما هو جديد بحول الله تعالى مستقبلا. سؤال طرح علي في التيك توك، طرح علي في الانستغرام، وحتى يعني لمحت أنه يعني يتكرر بكثرة حتى في وسائل الإعلام الجزائرية. رانا نشوفوا أن هذا السؤال أو هذه القضية إن صح التعبير يعني فيها الكثير من النقاش، ألا وهي مبولحي بالعمري بالليلي سعيود وابراهيمي وضرورة إقحامهم أو استدعائهم في كان كوت ديفوار المقبلة. لماذا؟ باعتبار أن الكاف يعني أخبرت أو إن صح التعبير الخبر لم يصل إلى الجزائر، لكن كل الاتحادات الإفريقية وصلها خبر مفاده أنه سيتم يعني إضافة 4 لاعبين إلى القائمة النهائية لكل المنتخبات الإفريقية المشاركة في كان كوت ديفوار، وهذا على لسان رئيس الاتحاد الإيفواري كوت ديفوار أو الساحل العاج كما يعرف لمن لا يعرف هذا الاسم. على كل حال هنا فقط نفتح قوس صغير يعني يسمعوا الافارقه وحنا الاخرين. نورمالمو هذا الخبر حنا ايضا يكون عندنا في الفاف باش نخرجوا من الاخبار، ماشي ندوا الخبر من واش قال رئيس الاتحاد الايفواري لكره القدم ويعني ننقلوه الى المتابعين. ماذا بينا الاخبار مثل هذه ندوها من الفاف. على كل حال مبرف ماهوش موضوعنا، لاننا كما حنا نقولوا ولفنا انه كم جميع الاخبار نجيبوها من مواقع عربيه فرنسيه وافريقيه وليس جزائريه. على كل حال هذه القضية اللي في هذا الفيديو حبيت نتكلم عليها هي عودة بولحي وعودة بالعملي وعودة بالليلي وعودة أمير سعيود إن أمكن ذلك. قبل خلينا نحلوا كل حاجة مع بعض. تصريح جمال بالماضي قال أنه اللاعبين موهوبين، قال بالإبراهيم يقوم بعمل كبير، وقال أنه سعيود لاعب استثنائي ولاعب خرافي، بالليلي أثنى عليه وقال له يقوم بعمل جبار. تراجع مستوى طوغاي وأحمد طوبة لا يبشر بالخير أمام منتخبات كبيرة، يعني هنا قوس يفتح صغير، ماذا لو استدعينا هؤلاء 4 لاعبين؟ هناك مؤيدين وهناك معارضين، نحن نحاول نحط كل نقطة في مكانها أو نحط النقاط على الحروف. أولا نحن عندنا كأس أمم إفريقيا، هكذا عندنا كأس أمم إفريقيا على بعد شهرين، لو كان نجيبوا لاعبين جدد في شكل تقويري ما راح يقدموا لنا والو، ولا بروف أمين قويري لحد الساعة مازال ما قدم والو مع المنتخب الوطني الجزائري حتى يضطر جمال بالماضي ينحي قويري ويدخل لاعب قديم. لذلك كأس أمم إفريقيا إلى رانا حابين نديروا في بالنا أننا ندخلوا في أرضية سيئة في عشب، يعني ما كاش عشب صح التعبير، يعني أرضية كارثية طامع تحط فيها قويري يلعب لك عزوج تاع عشية، حنا يعني من الغباء أنه ندير هذا 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 التخمام. قويري جابوا من أجل البريباراسيون، لكن كأس أمم إفريقيا ما راهيش تاع قويري صراحة. لذلك نجيبوا لاعبين اللي يعرفوا إفريقيا كما بن طالب كما والناس كما بالليلي. أنا ما نقدرش ندخل في خيار جمال بالماضي، لكن نقول بما أنه هناك 4 لاعبين بالكاف يعني رخصت باستدعاء فوق هذه القائمة 4 لاعبين، إذن بإمكان الآن جمال بالماضي الاستعانة ببليدي وبن عمري وملحي وحتى بأمير سعيود. ما ليش نقول يجيبهم يقحمهم كأساسيين على بالي بلي ما راهمش ضمن حساب جمال بالماضي، لكن في مباريات معقدة اللي راح يسلكك هو بالليلي وليس قويري، اللي راح يسلكك هو سعيود ماشي قويري، اللي راح يسلكك أيضا أدم والناس ماشي رياض محرز. هذه هي وجهة رأيي، لأنهم لاعبين ما يتأثروش بعامل المناخ، يلعبوا كرة يعني قبالة وراهم متألقين ويعرفوا المنتخب. بعد كأس أمم إفريقيا معليش لابد معليش أننا نحضروا بلاعبين شبان نهدوا من كأس العالم، لكن كأس أمم إفريقيا شهر فقط. إذا أردنا الفوز فعلا بكأس أمم إفريقيا لازم نبعدوا على هذيك العاطفة، مفادها أنه نبقى بأمين قويري ونبقى برياض محرز. لذلك أقول وأعيد وأكرر وبملخص المفيد، الجمال بالماضي في آخر صحفية قال هذه التشكيلة اللي أظنها تقدر تنافس على كأس
كاس أمم إفريقيا، وشفنا بلي رياض محرز غائب تماما، وشفنا بلي طوبة غائب تماما، وشفنا بلي رياض محرز ماشي غير غائب تماما، كأنه لم يحضر. رياض محرز لم يبقى فيه إلا الاسم، كما قال لي واحد في التعليقات، رياض محرز لم يبقى فيه إلا الكنترول، وكما قال لي أحد الصحفيين أنه رياض محرز والكنترول تاعو لن نربح. يعني حاب يقول نعطيكم بالمفهوم واش فهمت، والمفهوم العامية تاعنا ان الكونترول تاع رياض محرز ماشي هو اللي راح يجيب لنا كاس امم افريقيا. يعني نحوسوا اللاعب اللي يلعب فيرتيكال، يمسك الكره، يراوغ، يسجل، يسدد، ليس يكسر الهجمه المعاكسه كما دار في اللقاء الاخير وهذا الموزمبيق. يعني كرات، شوفوا كرات مستقيم، يعني اللاعب بشكل مستقيم، يعني اللاعب دائما فيرتيكال نحو المرمى، ثم يتمر كرة المحرز، ما حدوش يدير يعاود يرجعها للوراء ويعاود يمررها الى بن طالب باش يعاود يبني الهجمه. الهجمه راهي مبنيه يا اخي، وانت رياض محرز ماشي انت اللي نجوليك ويعني ونوروا لك كيفاش تلعب. لذلك رياض محرز اصبح يكسر كل الكرات، اللاعبين كلهم يروحوا للامام من اجل يعني تكمل في ذاك الريتم، هو لا يعاود يراوغ، اذا كان يراوغ للخلف، لذلك اللعب يتكسر. مثلا لو نحسب طوغاي ولا بن سبعين يقطع مسافة انت 20 متر ولا 25 متر سبرينت، يعني يجري باش يوصل لمنطقة الخصم باش ممكن كش ما يصيد، ثم انت تعاود ترجع الكرة لورا يتكسر اللاعب. اذا هذا واش اصبح عليها رياض محرز. اما ادم والناس لا، لما تعطيه الكرة راح يساهم، راح يدخل في منطقة 18 متر، بوداوي راح يتقدم للامام. لذلك حان الوقت لاجلاس محرز للدكة، يسقم روحه يا لا. بين قوسين محرز راه يعاني ايضا في الاهلي السعودي وبنفس طريقه اللعب. لذلك اقول بما انه جمال بالماضي، اقول وجهه رايي الشخصيه فقط، بما انه عنده خيارات اربع لاعبين، اظن انه مبولحي ما قلش لازم، لكن تواجده في الفريق ضروري، حتى اذا ما كانش كاساسي، لانه موندريا هو الاساسي. يعني موندريا راه يتالق، يعني عيب كبير لو كان نحو موندريا ونديرو مبولحي. لكن افضل مبولحي افضل من زغبه، مبولحي افضل من بنبوط، حتى اذا ما دخلتوش راح يساهم ايضا في النصائح. لو نتكلموا الان على بن عمري، في ظل ما عندكش طوبه وفي ظل طوغايرا متراجع، بن سبعيني يقوم باخطاء، به تجيب لاعب محوري في اوروبا حاليا ما عدناش، ممكن عدنا لكن في فئه شبانيه ولا ما عندوش مستوى ولا يلعب في بطوله يعني الاقسام السفلى. لابد علاش ما نجيبش انا بالعمري لما نسدد ولا لما نسجل ونحب نضيع الوقت ولا نحب نقتل المباراه، نزين طبع بن عمري معهم يعاونهم. بالنسبة لبلايلي، في ظل أنه أمين قويري راهو ما زال ما لقاش معالم تاعو، وبن رحمة المغضوب عليه، هنا لاشانس تكون لبلايلي مع يعني يبلغوا أنه كفانا من المراوغات الزائدة، لأنه إفريقيا وحكم إفريقيا كامل على بالهم بيك. عندك خيار آخر، إبراهيمي أو سعيود، ينافسوا شايبي، لأنه شايبي راهو وحده في صناعة اللعب، حتى حسام عوار في ذهن جمل بالماضي ما راهوش صانع اللعب حقيقي، صانع اللعب حقيقي راهو فارس شايبي. لذلك أظن أنه هذا الرباعي بإمكانهم أنهم يدعموا المنتخب الوطني الجزائري. وطبعا أنتم رأيكم في التعليقات، أظن أنه هذه الخيارات منطقية، ما راح ننحو حتى لاعب. من قبل كنا نقول كي نجيبوا بالليلي ولا نجيبوا بالليل ولا إبراهيمي وش راح ننحو، الآن كاين فرصة ما راح تنحي والو وراح تزيد أربع لاعبين، يعني ديرهم زيادة قيس كأس أمم إفريقيا، نجيبوا النجمة الثالثة بحول الله تعالى، ما بعدنا عاودوا نبنوا وعدنا لاعبين، وإن شاء الله مع عدلي وشرقي نبنوا بهم 2026 ولا 2030 ولا 2034، لاعبين مازالهم صغار. على كل حال أعطونا رأيكم في التعليقات، مش 2034 بزاف، على كل حال 2030. على كل حال أعطونا رأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله.